احنا عايزين نفهم شويه برضو اكتر ايه اللي دار ده، ايه خلفياته، ايه تطوراته. فمعانا على التليفون سياده السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق. اهلا بيك سياده السفير. اهلا يا فندم. اهلا سياده السفير. سياده السفير، الحقيقه يعني احنا بنحب الناس تفهم معانا يعني ايه اللي بيحصل وايه اللي بنتكلم عنه. فانا عندي هنا حاجتين الحقيقه في هذا التصريح لسيد وزير الخارجيه، او هذه الكلمه سيد وزير الخارجيه. عندي اولا مجموعه ال20، وعندي شيء تاني اللي هو صوت الجنوب. مجموعه ال20 الناس تفهمها عباره عن ايه، عشان برضه وايه اهميه وجود مصر كعضو مراقب مع من خلال الرئاسه الهنديه. بداية اسمح لي أن أنا يعني أعرب عن التقدير الكبير للهند حكومة وشعبا، صحيح. أن هي حضرتك دعت مصر لكي وانا تكون هرجع للهند بعد يعني في جزء تاني من حوارنا حوالين مصر والهند بقى، بس يعني تمام يا بشكل فندم، منفصل يعني. تمام يا فندم، لدعوة مصر لتكون ضيف الرئاسة الهندية لمجموعة ال20. مجموعة ال20 هي مجموعة بتضم أقوى الاقتصادات في العالم، وما يميز هذه المجموعة تحديدا أنها بتجمع بين الدول المتقدمة صناعيا، الدول الأعضاء في مجموعة السبعة G7، ودول متوسطة، الدول البازغة اقتصاديا، ومنها الهند وتركيا وأندونيسيا، والدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة هي المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه مجموعة ال20 عليها دور كبير حضرتك في مساعدة الدول كلها، ليس فقط دول الشمال وإنما دول الجنوب تحديدا، في التعامل مع جملة من التحديات المصيرية التي تواجه شعوب الجنوب. طب سؤالي هنا بقى عن مين هم صوت الجنوب دول؟ صوت الجنوب حضرتك داخل هذه المجموعة هي الهند، المملكة العربية السعودية، تركيا لحد ما، وأندونيسيا، والصين. الصين ده تكتل معمول. ها هو حضرتك داخل هذه المجموعة في يعني الصين والهند أعضاء في مجموعة البريكس، تمام تمام كده يا فندم، وروسيا كذلك لأن روسيا عضو في المجموعة ال20. فحضرتك هم الدول دي حضرتك بتمثل يعني رأس الحربة لدول الجنوب داخل مناقشات ومشاريع القرارات والقرارات التي تصدر عن مجموعة ال20. كنت أود بس حضرتك نتوقف عند التحديات المصيرية اللي بتواجه دول الجنوب بما فيها مصر. تمام، ده سؤالي الثاني كان هيقول. اتفضل. حاضر يا فندم. بما فيها مصر، تمام. أنا أتصور في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية، سواء حضرتك على زيادة أسعار الطاقة، إمدادات الطاقة، أو الأمن الغذائي، ما سمي بعد هذه الحرب بالأمن الغذائي للدول المستوردة للقمح، أنا أعتقد حضرتك نحن نتطلع إليه من الرئاسة الهندية لمجموعة ال20 هو التعامل ليس فقط مع هذه التحديات، وإنما مع إعادة صياغة العلاقات بين الجنوب والشمال في إطار المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وأنا أقصد هنا تحديدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تمام. بمعنى أن صندوق النقد الدولي لا يستطيع وهو يتعامل مع المشاكل الهيكلية اللي بتواجه اقتصادات الدول الجنوب وبما في ذلك الاقتصاد المصري ان هو يستمر على منوال الاطر التي كان يعمل بها قبل الحرب الاوكرانيه. فهي دي حضرتك اللي بنتطلع اليه
من الرئاسة الهندية لمجموعة الـ20. كيف يمكن توظيف الموارد المالية الضخمة لدى الصندوق النقد الدولي، لدى البنك الدولي، لدى المؤسسات المالية الأخرى كالمؤسسات البنك الاستثمار الأوروبي على سبيل المثال، بنك التنمية الأسيوي، بنوك التنمية، الصناديق السيادية التابعة للدول الأعضاء في مجموعة الـ20. كيف يمكن لكل هذه المؤسسات إن هي تضخ أموال لدول الجنوب من أجل أن تساعد هذه الدول على مواجهة التحديات المصيرية التي تواجهها؟ ومن ضمن هذه التحديات ومن ضمن ذلك الديون مثقلة، دول الجنوب أو العديد من دول الجنوب مثقلة بالديون الخارجية، وتفاقمت هذه الأزمة يا فندم بعد زيادة معدل أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وعلى الأورو، وبالتالي عبء الدين الخارجي لدول الجنوب تفاقم بسبب ان في دول متقدمة صناعيا تريد ان تحارب التضخم لديها. فشعوب الجنوب لا يجب ان يكونوا ضحايا مكافحة التضخم في الدول المتقدمة اقتصاديا كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهنا نأتي حضرتك نعيد مرة أخرى التركيز على تعاون الجنوب. ممتاز. طيب أنا... خلال في 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 إطار العولمة. والعولمة امتدت لثلاث عقود الآن حضرتك. صحيح. في إطار العولمة تناسى البعض أهمية ترسيخ تعاون الجنوب. تمام. التعاون بين دول الجنوب والدول المتقدمة صناعيا مهم. لكن في نفس الوقت هذا التعاون لا يجب أن يأتي على حساب تعاون الجنوب. وهنا أعتقد أنه المشاورات المصرية الهندية في الإعداد لاجتماعات قمة الـ20 وخصوصا قمة الـ20 عندما تلتئم في هذا العام في الرئاسة الهندية، أن تكون مثل هذه الأمور معروضة على القادة والرؤساء الذين سيشاركون في هذه القمة. عظيم. لأنه استمرار الأوضاع على ما هي عليه في دول الجنوب يعني يعرض أمنها واستقرارها والسلام الاجتماعي بها إلى هزات العالم في غنى عنها. طبعا في إطار حضرتك الكلام اللي قلته كلام مهم للغاية في موضوع العولمة والعودة للتكتلات الإقليمية أو حتى للدول الوطنية، ده أمر الحقيقة واضح تماما الآن أنه هو بيجري في العالم كله، أنه العولمة بتتحطم تحت يعني ضربات كورونا وضربات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا بتيجي أهمية وجود تجمعات أخرى ذات طابع إقليمي، ومنها ويمكن ده بيذكرنا بقى بالهند ومصر. احنا يعني بعد بكرة هتحل الذكرى 105 لميلاد الزعيم الكبير الراحل جمال عبد الناصر، واللي مع الهند ويوغوسلافيا ثم انضمت اليهم دول اخرى كثيره شكلوا التكتل الاهم يمكن في النصف الاول من القرن العشرين او في النصف الاول من نهايه النصف الاول من القرن العشرين، وهو كتله عدم الانحياز والانحياد الايجابي. حضرتك شايف يعني انه احنا هل بنعود هناك اراء كثيره بتقول انه هذه الكتلة ربما بتعود تدريجيا او على الاقل مش باسمها، لكن مصر والهند ممكن يعملوا ايه في ده حاليا؟ حضرتك طبعا هي كتلة عدم الانحياز ما زالت موجودة، مفهوم طبعا ما زالت موجودة، وفي قمة دورية بتعقد كل ثلاث سنوات. مزبوط. وكذلك داخل هذه في مجموعة 77، لكن قوة الدفع قوة التسيير الذاتي التي كانت تتسم بها حركة عدم الانحياز من جانب وحركة مجموعة 77 من جانب آخر تراجعت تحت في ظل نظام العولمة. الآن العولمة بيعاد صياغتها من جديد، هي لن تنتهي لكن في شكل جديد
العولمة هتأخذه، لكن في ظل أيضا عندما نتحدث عن النسخة الجديدة للعولمة يجب أن نضع في الاعتبار أن هي هتتم في إطار استقطاب دولي حاد وتنافس شديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ماذا تفعل مصر والهند والدول الأخرى اللي هي موجودة شكليا على الأقل أو رسميا في هذه الكتلة لعدم الانحياز؟ يعني هنا حضرتك، هنا بقى التحدي الكبير أمام دول المجموعة 77 ودول عدم انحياز، وفي تداخل يعني صحيح. في تداخل في عضوية المجموعتين وتداخل كبير، فأعتقد أن دي حضرتك تبقى من الأمور الجديرة بالبحث، أنه أين تقف هذه الدول من التغيرات اللي بيشهدها نظام العولمة واللي بيشهدها النظام الدولي أو المشهد الدولي الراهن. وأنا أعتقد أنه الهند ومصر بحكم الخلفية التاريخية سواء على مستوى العلاقات الثنائية بينهما خلال رئاسة نهرو ورئاسة الرئيس الراحل عبد الناصر في الستينيات، أو في من خلال عضويتهم في مجموعة 77 وكتلة عدم الانحياز، أنا أعتقد أن كل من نيودلهي والقاهرة في موقف حضرتك أنه ممكن يطرحوا أفكار، يطرحوا بدائل، يطرحوا تصورات ويناقشوها، وانا اتمنى ان ده يتم حضرتك قبل القمه المقبله لمجموعه العشرين. نحن نعلم ان القمه السابقه عقدت في بالي باندونيسيا في نوفمبر الماضي صحيح. وبالتالي اتوقع ان القمه القادمه اللي هتعقد تحت الرئاسه الهنديه هتبقى في نوفمبر هذا العام، وبالتالي امامنا فسحه من الوقت حضرتك لتنسيق المواقف، لطرح أفكار، ونتمنى أن قمة الـ20 القادمة برئاسة الهند فعلا يصدر عنها قرارات تساعد الدول الجنوب في التعامل مع قضية الديون الخارجية، قضية التغيرات المناخية وكيفية تمويل عملية تكيف هذه الدول لمواجهة التغيرات المناخية، مع حضرتك كيفية التعامل مع تداعيات وباء كورونا. عند حضرتك مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، الدول الأفريقية بالنسبة لموضوع اللقاحات حضرتك يعني تتمنى المزيد حضرتك من صحيح. الدعم والمساندة. صحيح. أنا بشكر حضرتك حقيقة على كل هذه الإيضاحات المهمة سيادة السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا.